يعني انت زي حالتنا يعني، احنا ما احناش اثرياء يعني، الظروف الحمد لله مستوره الحمد الحمد لله لله كله، بس الحمد ما لله. احناش محوشين اي يعني، مش اللي هو ايه يعني، اللي بيجي ساتر الحمد لله، بس اللي بيجي وبيروح. والمرض اللي كان عندك انا عارفه ان انت صرفت اللي وراك واللي قدامك واللي جنبك واللي شمالك ويمينك وانا عارفه طبعا النقابه برضو اكيد ساعدت طبعا، طبعا يعني طبعا دكتور دكتور اشرف ساعد اشرف طبعا طبعا طبعا. ما بيتاخرش، لكن انت خرجت من المرض ده يعني، مش عيب اقول انت يعني على البلاطه. طب ايه بقى الدنيا وقفت ازاي طب تاني؟ انا اني احسن لي بقى، البلاطه ولا خرجت بثلاث رجاله، بنتي واولادي الاثنين وزوجه يعني حبها يعني بقى، كنت الاول بحبها طبعا بس حبيتها ومعزتها زادت عني اضعاف الاضعاف، هعمل ايه بالفلوس؟ خرجت بثلاث رجاله، حسيت ان هم فعلا يعتمد عليهم، كانوا بيراعوا ابويا كمان قبل ما يتوفى، يا يعني ما حبيبي كانش بتراعيني بس حنان، كان بتراعي ابويا كمان. ايوه، ف ميزان حسناتك. كسبت طبعا. عايزه اقول لك على حاجه، يعني معلومه مش عارفه اذا كانت يعني يصح اني اقولها ولا لا، بس يعني هقولها. زوجتك في عز الازمه كانت بترفض اي مساعده من اي نوع تماما، مهما بقى في الحاح ما في. لا لا طب على سبيل السلف كانت كل الجمله اللي في مسطوره، اي وانا عارفه ان يعني طبعا مسطوره، ربنا يسترك دايما. انا عارفه ان العلاج غالي جدا ومكلف للغايه ومجهد للناس، بقول لك اللي يعني محوشين، اي لكن الست دي كانت من عزه النفس بحيث انها لم تقبل من مخلوق حقيقي والله. مليم، او يعني مش عايزه اقول اسامي بس، حتى كمان لا يعني كل الوسط الفني وانت كمان لا عرفتي سمح عليها. الله لا سمح الله والله لا يعني. سمح الله. لا لا بس انا هي لا حنان يعني حافظت عليا وانا عيان. وعلى كرامتك يعني انا وخلتك يعني لا مناخيرك في السماء زي ما انت طول عمرك. الحمد لله والله. وبعدين عمرها بامانه ما حسيتني يا مثلا انا شغال او مش شغال، انها ليها متطلبات بامانه، مش بقول كده عشان هي مراتي ولا عشان الظروف اللي مريت لا بيها انت بتقول معايا، كده عشان الناس تقتدي عشان هي دي الحقيقه. يعني، لا عشان كل يعني كل البنات البلد اللي شايفيننا وكل البنات الصغيرين اللي لسه متجوزين وكل السيدات اللي في سننا لما يسمعوا العظمة اللي مراتك عملتها في شدتك يعني يقلدوها، يعني احكي زي ما انت عايز عن حنان. كنت ساعات كتير قوي بطلب منها اخش المستشفى، يعني انا كنت ببقى خلاص ميت يعني مش قادر، هي تقول لي لا انا مش هخدموك في المستشفى زيي، وتخرجني وهي اللي تخدمني وهي صعبانه عليا، يعني برضو كانت بتراعيني وبتراعي بابايا، فبرضه احنا الاثنين واحنا اللي. وبعدين والدي لفتره كبيره ما كانش عارف ان انا عيان، حبيبي هو عارف من التلفزيون. ياه بس كان زعلان بقى ان انا مثلا مش بسال عليه ومش بروح له كده، وهي كانت بتقوله مسافر. عشان فلما عشان ما تتعبهوش. يعني والدي ده بقى قصه حب تانية، يعني امي ميته من واحنا اطفال من وانا طفل، وهو ربنا وفضل يخدمنا يعمل لي كل حاجه. والدي ده الله يرحمه كان حاجه عظيمه ايه بالنسبه العيلة لي. الحلوة دي؟ اهو لا اتجوز بقى روسيات ولا اتجوز ولا اي بتاعهم، حاجه والله. امي ماتت وعنده 43 سنه صغير جدا وما اتجوز، ومات وهو عنده 89 سنه. يا حبيبي. كل ده يعني 50 سنة تقريبا. وهو اللي علم حنان الطبيخ، هو اللي علمها ازاي تعمل الاكل وكده وبتاع. لا ندوق بقى لا ندوق ونعرف لا بقى. علمها والله كويس جدا، هو كان طباخ ماهر. الله يرحمه ويحسن الله اليه. يرحمه ويحسن اليه.